جديد. مشاهدينا، رغم توالي التحذيرات من مخاطر مشروبات الطاقة، لكن الإقبال يزداد عليها. ربما يكون شركات التسويق أو الإعلانات الكبيرة عن هذه المشروبات هي السبب الرئيس في إعطاء نوع من الصخب عن هذه المشروبات وإقامة حملات دعائية دائما تدمجها في الرياضات مثل التسلق، سباق الدراجات أو سباق السيارات أو أي أنواع من الرياضات اللي تحتاج إلى قوة وسرعة، ودائما نربط السرعة والقوة بهذه المشروبات وأنها تمنح طاقة غير طبيعية لشربها. هذه الصورة مشاهدينا المكتسبة لدى الجمهور أدت إلى وصول إنفاق السعوديين على مشروبات الطاقة إلى أكثر من 6 مليارات ريال سنويا. تخيلوا التفاصيل مشاهدينا في التقرير التالي. في تصريح صحفي لجمعية حماية المستهلك، وصل حجم إنفاق السعوديين على مشروبات الطاقة إلى 6 مليارات ريال سنوياً، محذرة من الأضرار الصحية والاستنزافات الاقتصادية لتلك المشروبات، لترتفع من جديد أصوات خبراء التغذية والأطباء محذرين من أخطار مشروبات الطاقة بعد وقوع أكثر من حالة وفاة جراء توقف القلب المفاجئ أو الضرر في الدماغ بسبب كثرة تناول تلك المشروبات. وقد حضر القرار الوزاري بشأن مشروبات الطاقة على الشركات ووكلائها وموزعيها ومسوقيها القيام برعاية أي مناسبة رياضية أو اجتماعية أو ثقافية أو القيام بأي عمل يؤدي إلى الترويج لها. وشدد القرار إلى عدم توزيع مشروبات الطاقة مجاناً على المستهلكين بجميع الشرائح العمرية أو بيع مشروبات الطاقة في المطاعم والمقاصف في المنشآت الحكومية والمنشآت التعليمية والصحية والصالات والأندية الرياضية الحكومية والخاصة. وألزم القرار أصحاب المصانع والمستوردين لمشروبات الطاقة بكتابة نص على عبوة مشروب الطاقة باللغتين العربية والإنجليزية يحذر من الآثار الضارة لتلك المشروبات، ليأمل العديد من أفراد المجتمع والمسؤولين بخفض مبيعات مشروبات الطاقة بواقع 70% بعد قرار مجلس الوزراء القاضي. أخيراً، إن خطر الفئات المتضررة من استهلاك تلك المشروبات هم الأطفال، يليهم الرياضيين، وقد تصل الخطورة بهم إلى الإدمان أو الوفاة. لبرنامج سيدتي دانا دلقموني، الرياض. مشاهدين، للتحدث أكثر حول هذا الموضوع معنا في الاستوديو الدكتور أيمن عثمان الإحصيني، استشاري الأمراض الباطنية. مساء الخير دكتور. مساء الخير راني، أهلا وسهلا. دكتور، فعليا يعني تحذير وزاري، دائما هناك حملات وإعلانات توعوية عن مخاطر هذه المشروبات الصحية، عفوا مشروبات الطاقة، لكن رغم هذا مبيعاتها في تزايد، ليه برأيك؟ طبعا المبيعات ما لها أي علاقة بالفوائد، بالعكس الأشياء المفيدة للأسف مبيعاتها منخفضة بشكل عام. عندنا يعني السجائر أحد الأشياء يعني الأمثلة الكبيرة، طبعا رغم الفرق طبعا بالأخطار الصحية. مشروبات الطاقة كثر اللغط عليها والكلام عليها، مو هنا، في كل العالم. الشركات تقول مشروباتنا طبيعية ما فيها أي مشاكل، مسؤولين صحيين يقول لا فيها مشاكل، احنا عندنا في الإسعاف يجينا مرضى بسبب مشروبات الطاقة، احنا عندنا ناس يتابعون حصل مشاكل في القلب، حصل مشاكل عصبية، حصل مشاكل نفسية بسبب المشروبات هذه. الشركات ترجع تقول أثبتوا بالدراسات، ففي لغط كبير. طبعا الشركات تخفي أشياء، وهذه تخفي أشياء مثل أول شيء في أمريكا وكندا ومعظم الدول، I'm not sure here، من متأكد هنا بس أعتقد برضو نفس الشيء هنا، نسبة الكافيين اللي يوضع في العلبة لا يذكر كميته، يعني في نسبة كافيين يذكر أن في العلبة هذه فيها نسبة كافيين لكن لا يذكر كم نسبتها. هذا يخلي الشخص أو المستهلك يفكر ليش الشركة ما تذكر نسبة الكافيين الموجودة في العلبة هذه إذا كان ما فيها أي مشكلة ونسبة طبيعية، مثلا زي اللي في كوب القهوة خلاص اذكروها وما فيها ضرر. بعض الدراسات اثبتت انه او وجدت ان نسبه الكافيين عاليه، علبه مثلا مشروب طاقه ممكن تساوي علبتين او كاستين متوسطه من القهوه السوداء،
يعني القهوة السوداء فيها تقريبا القهوة العادية أو الإسبريسو أو القهوة العادية، القهوة العادية فيها طبعا غير منزوعة الكافيين، لا اللي فيها الكافيين فيها تقريبا حول 100 8 أونصات، 8 أونصات اللي في علبة مشروب الطاقة بعضها تصل إلى 200، يعني لما تشرب مشروب طاقة كأنك شارب علبتين كاستين قهوة، وهذه كمية ضخمة. طبعا عشان بس نوضح للسادة والسيدات المشاهدين، نعم. حسب المنظمة الأمريكية للصحة العالمية كمية الكافيين المطلوبة بالنسبة بشكل آمن في اليوم هي 400 ميلي جرام فقط، فالعلبة واحدة فيها 200، لو تشرب ثنتين أنت وصلت الحد الأعلى. وبالتالي الحد الأعلى بمعنى أنك ما تقدر تأخذ كافيين من أي مصدر ثاني، هذا اللي يفترض. نعم، إذا أخذت كافيين من أي مصدر ثاني تبدأ الآثار الجانبية. طبعا لما يقول لك 400 لك حد 400 بعد كده ما نضمن نسبة الآثار الجانبية اللي بتصيبك. الآثار الجانبية طبعا لزيادة الكافيين هي الهيجان، الشخص يكون نفسيته سيئة، متهيج، سهل أنه يغضب ويعصب، طبعا بعض الرعشة، هذه الأمور النفسية. ننتقل لأمور القلب، زيادة في الضغط، خفقان في القلب، ممكن لا سمح الله يتطور إلى تسارع في دقات القلب، ممكن تسارع غير منتظم، والتسارع الغير منتظم هذا تسارع خطير جدا طبعا لا سمح الله. نعم. الشيء الثالث الجهاز الهضمي، وهذا للأسف يعني منتشر جدا عند شاربي القهوة، وبرضه موجود عند شاربي مشروبات الطاقة اللي هو هيجان في المعدة. طبعا القهوة والمواد المليئة بالكافيين وبرضه مشروبات الطاقة معروف أنها تسبب القرحة المعوية، هذا مثبت علميا. النسب كم تحديدا إذا كانت المعدة فاضية أو ما لا أي علاقة حتى في هذه الحالة يأثر؟ طبعا، لأنه زي ما قلنا لك مسموح لك إلى 400، بعد ذلك حسب كلام منظمة الصحة والغذاء والدواء العالمية والأمريكية أنه فوق 400 أنت خلاص قابل للآثار الجانبية، من بينها قرحة المعدة، حتى لو المعدة مليانة، حتى لو أنت تأخذ مضادات للأحماض. نعم. لكن الفكرة برضو اللي لازم تستوعبها أنه مو ما شرط 400 إذا بس أنا بأخذ كاسين وما كاسين قهوة أو علبتين مشروب طاقة وما يجيني وأضمن أنه ما يجيني قرحة، لا، ممكن كاسة واحدة كل شخص يختلف حسب طبيعة الشخص. نعم. طب دكتور طارق، طالما طرقت لها الموضوع بشكل عام، المنبهات يعني ممكن عدد من الدراسات ربطتها بنمط الحياة في المملكة. جميل. خلنا نتكلم على شقين، بداية الشاي والقهوة، بعض الأشخاص فعليا ما ينام إذا ما شرب هذا النوع من المنبهات فعليا قبل النوم. الشيء الثاني يعني مثلا يقول لك أن تحديدا فئة الشباب صار من نمط حياتها أنها تأخذ هذه المشروبات، فعلا هل نربط نمط الحياة بالتعود على المنبهات؟ جميل. أول شيء خلينا نوضح بعض الأفكار للأسف اللي هذا دليل على أن معظم الأمور اللي في مجتمعنا أمور نفسية على فكرة. أولا الكافيين هي مادة منبهة، وهي تأخذ علشان أنت تنام يا شخص، أنت ما تأخذها علشان ما تنام. اللي يصير إيش؟ أن الشخص مدمن على الكافيين، أوكي؟ فيجي وقت النوم يشعر بصداع شديد وما يقدر ينام من الصداع الشديد بسبة إدمان نقص الكافيين. أيوة، نقص الكافيين بدم لأن أدمن عليه، فيأخذ الكافيين ويشربه ويرتاح راسه، يحط راسه، لكن النوم غير صحي. طب والحل يا دكتور في هذه الحالة؟ جميل. الحل هو اللي نسميها طبعا، في بعض الأطباء والعلماء وحتى الصيادلة يقولوا الكافيين هو أشهر وأكثر مخدر منتشر، يعتبرونه مادة مخدرة على فكرة. طب دكتور، حتى الأدوية، اسمح لي يعني عفوا إذا شوي توسعنا، يعني حتى الأدوية عادة فيها نسبة من الكافيين، تحديدا أدوية الصداع مع طبعا تغير المواسم إلى آخره. طب شو البديل اللي ممكن الشخص يستعيض فيه بدل ما إنه ياخذ مثلا واحد من المنبهات أو واحد من الأدوية؟ الحبوب أو الشاي والقهوة. بالنسبة للحبوب والأدوية بشكل عام ما في دواء ما له أضرار، علشان كذا ما حد يستخدم الدواء طول عمره، اوكي؟ احنا ما نستخدم الدواء زي الكافيين، الكافي يوميا كل صباح، لا، بوصفه طبيه. ما تستخدم وصفه طبيه ما حد يضمن لك النتائج، هذا اول. حتى البنادول اللي هو على ما قالوا يباع اوفر كاونتر، الدكتور انت لما تروح يقول لك استخدمه لمده اسبوع او خمس ايام يحط لك الامور. بالنسبه للكافيين البداء اول شيء نوضح بس كيف ممكن تتخلص من الشيء هذا، بالانقطاع الكامل ما راح يفيدك، انك مثلا تجي وتقرر الان ما راح اشرب كافي بعد اليوم، مستحيل. انت متعود على 4 كاسات في اليوم، تبدا تقللها لمده شهر شهرين لثلاث كاسات، بعدين الى كاستين، بعدين تبدا تعوضها بامور اخف، مثلا انت تاخذ قهوه سوداء كامله الكافيين، تاخذ ديكاف او منزوعه الكافيين، حبه حبه تبدا تعود جسمك، تنظف جسمك من الكافيين. طب هذا فيما يخص طبعا المنبهات، لكن الاصعب اللي هو يعني مثل ما سالتك دكتور، نربط نمط الحياه تحديدا للشباب هنا بمشروبات الطاقه. جميل، هذه النقطه الثانيه اللي هي الاعلام والتوعيه.
ايش صار؟ أكون صريح، يعني انا من الشباب، يعني خلينا كلنا من الشباب نشوف، تروح لشوارع تجمعات الشباب مثلا هنا في الرياض، شوارع التحليه والامور هذه، تشوف شركات توزيع مشروبات الطاقه بسياراتها المجهزه، لابسين ملابس شبابيه، لابسين زلاجات، اسلوب انه هذا المشروب للشاب الكول او الشاب الفله. يجو رمز شبابي فعلا. ايه يعني هو انت تشرب، هو طعمه سيء، وصدقيني ناس كثيرين يقول طعمه سيء، ما انا ما طعمه مو افضل طعم في العالم. سعره غالي جدا من مقابل المشروبات الثانيه، لكن هو توجه اعلامي انك انت لما ماشي ومعك ريدبو، سوري، ماشي ومعك اي مشروب طاقه، انت انسان عصري، انت انسان كول، انت انسان شبابي. لو تجي تقول انت تشرب علشان تنبيه، يقول اي نعم، هل انت تبغى اي تنبيه؟ لا، بس هو يبغى يدخل الجو. فالفكره التعريف والاظهار للناس انه هذا شيء مضر، له اثاره الجانبيه، تبغى تكون شخص عصري وشبابي، وهذا في other things، في هوايات. دكتور، يعني انا تفاجأت ان عدد من، يعني الشباب معروفه، لكن ايضا عدد من الفتيات عندهم، يعني ما في يوم يمر من دون شرب المشروبات طبعًا. هذه، والغريب ان اعتقد ان لها، يعني بتاكد من المعلومه، لها علاقه كبيره جدا بامراض الكلى، الفشل الكلوي او غيره من الامراض تاثر على الكلى. فهي منتشره حتى ما بين الفتيات. جميل. صحيح صحيح. احنا لما نتكلم اصلا عن الشباب بشكل عام، انا بالنسبه لي ما اقصد الشباب، الاولاد، الشباب برضو، البنات موجودين يعني في الاماكن تجمع الشباب، يشوفوا التوزيع والامور هذه، يشوفون الاعلانات، يشوفوا المسلسلات، يشوفوا الافلام، يشوفوا اسلوب الاعلان، اسلوب الاعلان لمشروبات الطاقه لها ميزاتها، الشاب العصري، الرياضي، الشخص اللي بيكون زي ما قلت لك كول او عصري. طبعا الفتيات عاده اللي بيجي الشباب الاولاد بيسووه البنات. تزسين. بالنسبه لتاثيره على الكلى، نعم، من ناحيتين. اول شيء مشروبات الطاقه مدره للبول. مدره للبول كيف؟ من ناحيه انها مليئه بالسكر للاسف، وهذه نقاط ثانيه بنعلمها حتى بالنسبه للفتيات عشان ينتبهوا من الشيء هذا. ويمكن يوقفوه بعد ما ان شاء الله هذا. نتمنى. السكر يزيد نسبه الكمية، السكر في الدم تحتاج الى اخراجها، فالجسم ايش يسوي؟ يحاول يطلع السوائل اللي هي المويه، الماء والصوديوم من الجسم، يبغى يطلع برضه معها السكر، فكثرة إخراج السوائل هذه تسبب الجسم جفاف شديد. طيب أنت نعم. قاعد الله يكرمك ويكرم المشاهدين، تتبول كثير، وطبعا عادة النوعية هذه من الشباب ما يعرفوا فوائد الموية العادية، فما يشربوا سوائل، فيصير عنده كمية جفاف شديدة. كمية الجفاف الشديدة هذه تأثر على الكلى، ولازم ننتبه من حاجة، معظم اللي يستخدموا مشروبات الطاقة للأسف هو رياضيين وحاملين الأثقال والأمور، أنه قبل التمرين بشرب مشروب طاقة علشان أصير عندي طاقة وأقدر أشيل الحديد والأمور هذه. نعم. أنت تضر نفسك أكثر ما تفيد. أول شيء لأنك لحظة الرياضة أنت تتعرق كثير وتفقد سوائل كثيرة، وأنت أصلا فقدت سوائل أكثر بسبب مشروب الطاقة هذا. دكتور اسمح لي، هذه يعني بعض الشباب الآن منتشرة، هي صحيح يعني مصطلح رياضي، لكن الشباب يصفوها بالتجفيف أو تنشيف الجسم، بمعنى نطرد السوائل، لكن طبعا هذا موضوع مستقل ويحتاج شرح طويل. بالنسبة لبعض الشباب، وهي بصراحة نتساءل عن أضرارها، يعني شرب مشروبات الطاقة مع أخذ البنادول، إيش أثارها؟ شوفي، هو أول شيء ما اثبت العلم ولا اثبت احد ايش العلاقه، يعني هو زي ما قلت لك هذا برضه شيء نفسي، ما له علاقه الكافيين والسكر الموجود مشروب الطاقه بالبنادول. لكن دكتور، اذا كان مثلا بسهر او يعطي طاقه بحسب بعض الاشخاص اللي يستخدموه. السهر والطاقه كلها من مشروب الطاقه اللي هو مليء بالكافيين والسكر. طبعا الكافيين يؤدي الى السهر، يزود الطاقه في الجسم، يزود نبضات القلب، يزود ضغط الدم، فالشخص يكون نشيط. طيب السكر نفس الشيء، السكر هذا هو الفحم او البنزين حق الجسم، الجسم لما يبغى يحرك نفسه يحتاج الى سكر، فهم جابوا لك كافيين وجابوا لك سكر وكبوهم مع بعض وقالوا خذ، ايش يصير؟ انت تاخذه، بعد ما تاخذه بساعه كامله او ساعتين انت بكامل طاقتك، لكن فيه مشكله ثانيه، بعد ساعتين جسمك بيصير نسميه سقوط السكر. اي نعم، لان جسمك لما تاخذ السكر كثير الموجود مشروب الطاقه يفرز انسولين كثير، والنتيجه تكون النتيجه ان الجسم يمتص السكر اللي انت اخذته ويحوله، لاحظي، ويحوله الى دهون، وراح تسمن، يحوله الى دهون، وبعد ما يدخل الانسجه جسمك ما يصير فيه سكر، فيصير عندك خمول،
وهذه المشكلة، أن الناس يجي يشرب لك مشروب الطاقة بعد ساعتين ثلاثة يحسب أنه عنده نشاط، بعدين يبدأ خمول، وش صار فيني؟ أحتاج مشروب طاقة ثاني، ويشرب، تصير زي الدائرة المميتة، يقعد يشرب. صحيح. وهو اللي قاعد تشرب أنت هو اللي يسبب لك خمول. ساتر يا رب. إيه؟ طبعا دكتور، فقط لأن ذكرنا تشفيف بعض الشباب الرياضيين يسووا عملية تشفيف أو تنشيف أو شد حتى للجسم، وهي إخلاءه من الدهون بشكل كامل، لكن هذه طبعا بناء على استشارات من طبيب مراقب، استشارات أيضا من الشخص المدرب في الجيم، فهذه العملية تحتاج وقت، وليس مشروبات طاقة لها نتائج سلبية. دكتور إن شاء الله طبعا الجميع يكونوا استفادوا من طبعا كلامنا. دكتور أيمن عثمان الحصيني، استشاري أمراض باطنية، شكرا جزيلا على حضورك. ومشاهدينا طبعا تحديدا الشباب والشابات، أنتم جميلين كلكم طاقة وحيوية، بعيدا عن هذه المشروبات اللي ممكن تعطي طاقة، وفعلا هي ما ننكر أنها تعطي طاقة، لكن بعد مثل ما ذكر الدكتور بعد بساعتين النتيجة تكون طبعا عكسية تماما. ربي يديم عليكم وعلى الجميع الصحة، ومستمرين مشاهدينا في سيدتي لكن بعد الفاصل. في سيدتي بعد الفاصل، هل تجرؤين على أكل الدود لإنقاص وزنك؟